قال معلوما برؤية أو صفة. قوله معلوما برؤية أو صفة هذا هو الشرط السادس أظن، فلا بد أن يكون كلا الثمنين معلوم إما بالرؤية أو بالصفة، فلا بد من تحقق أحد الأمرين. فأما العلم بالرؤية بأن يكون حاضرا في مجلس العقد، أو أن يكون قد رؤي قبل مجلس العقد بزمن لا يتغير فيه عادة، بأن يكون رؤية قبله بيوم أو بيومين والمعقود عليه لا يتغير عادة، هذا يسمى الرؤية. نزيد في وقتنا هذا أن مما يتعلق بالرؤية الرؤية بآلات التصوير، فإذا كانت آلة التصوير تري المعقود عليه بما ينفي الجهالة فإنه في هذه الحالة تدخل في الرؤية. قوله أو بصفة، الصفة تشمل صورا كثيرة، من هذه من الصفة أن يذكر الصفات التي يتغير بها الثمن، من حيث الصفات التي تزيد به وتنقص واللون والجودة والرداءة ونحو ذلك. ومما يتعلق بالصفة ما يسميه العلماء ببيع النموذج، بأن يعطى المشتري نموذجا للمعقود عليه فيقول بعتك مثل هذا، فهذا هذا الصفة يقول هل تصح أم لا، لأن بمثابة الصفة لأنك النموذج. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن بيع النموذج لا يصح عندهم، لأن النموذج يكون في المصنوعات، والمصنوعات لا يمكن أن تكون متساوية، هذا عندهم. في وقتنا الآن أصبحت المصانع من الدقة في الطول والعرض والجودة أكثر من غيرها، فأصبح بيع النموذج الذي يتكلم عنه العلماء قديما وأنه لا يصح صحيح في وقتنا في كثير من السلع لدقته في بيان صفة المعقود عليه. ولذا عندما تقرأ كلام الفقهاء لابد أن تعرف ما هو تعليلهم في منع بعض الصور لكي تلحق به ما يتعلق بوقتنا. نعم.